الفيل هو أكبر حيوان بري اليوم. طعامه يتكون أساسا من العشب، كما أنه ودود للغاية للبشر. ولكن هناك أوقات يغضب فيها هذا الحيوان، عندما يكتشف الفيل المصور الخاص للغابة. وهرع الفيل إلى مهاجمة هذا الغريب، وقبل أن يرفع المصور بهدوء 5 أصابع لإظهار أنه لا يمثل خطرا عليه ويبدو نجاح طريقته، استدار الفيل بسرعة وابتعد. نزل هذا الفيل إلى القرية، مما تسبب في الكثير من الخوف للناس هنا. يتمتع هذا الفيل بقوة كبيرة، تشتهر الأفيال بكونها مخلوقات لطيفة وهادئة. ولكن إذا كان هناك حيوان يجرؤ على أخذ صغير الفيل، فإن الفيل الأم ستصبح عدوانية للغاية. يلتف الفيل الإفريقي البالغ حوله ويسقطه من قبل الفيل الأم، تسبب الهجوم المتتالي في موت التمساح. وهذا الفيل يذهب مباشرة إلى الشارع لمنع السيارة من المرور، وسرعان ما قفز السائق من الشاحنة وهرب بعيدا. ويبدو أن الفيل ما زال عازم على دفع الشاحنة إلى النهاية، فلا أحد يعرف ما الذي ستفعله بعد ذلك. كان الزوار متحمسين جدا عندما رأوا فيلا بريا قادما، لكن الأمور ليست بهذه البساطة. فقد استخدم هذا الخرطوم لدفع هذين السائحين اللذين حالفهما الحظ السيء بالوجود بالقرب من هذا الفيل. وأمام المياه سريعة التدفق حيث تحاول الأفيال السباحة إلى الشاطئ، فإن الفيل البالغ ليس لديه مشكلة كبيرة، ولكن أمام هذا الفيل الصغير تحديا كبيرا. فالحجم الكبير لا يمنع الأفيال من أن تصبح سباحة ماهرة، ولكن هذا التيار الجارف يمثل تحديا قاسيا في حياة هذا الصغير. فالفيلة الأم تبذل قصارى جهدها لدعم طفلها، ولكن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يبدو أن التمساح قاتل ومفترس. وما زال الفيل الصغير يحاول التغلب على هذا التحدي، وهم يسبحون إلى الشاطئ المحمي بقطيع الأفيال البالغة، ولا يستطيع التمساح فعل أي شيء لهم. أصيب هذا الرجل بالذعر وهرب فورا، وحطم الفيل الذي خرج عن السيطرة الجسر. وتبدأ حربا غاضبة بين 2 من العمالقة. الفيل البري الإفريقي هو وحيد القرن الذي سيفوز به حيوان يمتلك جسما رائعا. أتقن الفيل القتال الذي يتفوق باستمرار على وحيد القرن. تتسبب الهجمات القوية في فرار وحيد القرن وترك النصر ينتمي إلى فيل مخيف للغاية. الفيل العملاق يسحب ساق طفل، أصبح الوضع أكثر خطورة عندما ظهر الفيل الثاني. لا يزال الفيلان يجران هذا الطفل بغض النظر عن الصراخات. أغمي على هذا الطفل، ولم يظهر الفيلان أي علامة لترك الطفل، ولم يتمكن من الإفلات. دفع هذا الفيل الشاحنة رأسا على عقب بعيدا عن الطريق الرئيسي. إن قلب السيارة رأسا على عقب ليس بالأمر الصعب بالنسبة لهذا الحيوان الضخم، وبالتالي يستمر الفيل في البحث عن أشياء للتنفيس عن السيارة الحمراء. ولحسن الحظ فقد نجا السائق. كانت الأفيال تشرب بسلام عندما تعرضت لكمين فجأة من قبل تمساح عدواني. أمسك التمساح بخرطوم الفيل البالغ. كان هناك صراع شرس مع بعضهم البعض. على الرغم من أن الفيل بدأ ضعيفا في البداية، ولكن مع قوته الكبيرة فإنه يسحب التمساح الذي كان يبحث عن الطعام. وعندما هاجم الأسد فجأة هذا الفيل الصغير، ولكن عندما يقفز للهجوم
تنتبه الفيلة الأم لرؤية هذا الأسد ويهرب فورا. نزل الفيل الكبير إلى القرية ودمر كل شيء، لم يكن أسوأ من ذلك. ويبدو أن الفيل دخل الصيدلية حيث كان يتجمع الكثير من الناس. هدفه ليس الناس، بل هذه الدراجات النارية التي يواصل الفيل البحث عنها، بحث عن هدف جديد في محمية الفيلة. يهاجم الفيل الناس مما يتسبب في فرار العديد من السياح. مما تسبب في سقوط سيارة ذات 7 مقاعد، حيث كان السياح يختبئون كوسيلة تخفف من غضبه. استمر الفيل في ركن الدراجة، وشكل السيارة قد أصبح مشوها. يركض الفيلان الصغيرين بلا حراك في النهر بعد أن قد فارق الحياة. وبعد بضع دقائق من التحقيق في تحديد موت الفيل الصغير، شرع التمساح في تمزيق الفريسة دون بذل أي جهد، وكان التمساح يأكل وجبة دسمة للغاية. لاحظ الفيل سيارة أمامه، ربما كانت هذه السيارة في طريق الفيل، مما جعله غاضبا للغاية. لذلك لم يتراجع الفيل عن مهاجمة هذه السيارة. وقف الفيل الكبير على السيارة وحاول أن يسحقها بقوة الفيل القوية، لدرجة تحطم مقدمة السيارة لتستعيد هدوئها. صاحب السيارة دفعها بعيدا عن الفيل. إنهم غالبا ما يحبون ضفاف الأنهار، والتماسيح هي برمائيات وتعيش في الماء، لذلك يلتقي هذان النوعان في كثير من الأحيان. ولكننا في كثير من الأحيان لا نرى التمساح يهاجم الأفيال. أولا، هذه المرة يأخذ الفيل زمام المبادرة لمطاردة التماسيح بعيدا. ركض فيل خارج عن السيطرة وهاجم امرأتين سائحتين. استمرت صفارات الإنذار في أذن الفيلة حتى عادت إلى الغابة. الفيل هو واحد من أكبر المخلوقات البرية في آسيا والعالم، وبالرغم من شكله العملاق، هناك العديد من الحيوانات الأخرى التي تجرؤ على تحدي التمساح، ومن بينها هذا القاتل المفترس الذي لاحظ الأفيال تشرب الماء. تسبح بصمت وتهاجم في وضع الكمائن، مدركة أن الفرصة قد حانت. يأتي التمساح إلى السطح ويمسك بالفيل الصغير ويعض التمساح خرطوم الفيل، مما يتسبب في صراخه من الألم. وسرعان ما استعادت الأفيال البالغة رباط دجاجها معا، وطاردوا العدو غير المتوقع، وأنقذوا الطفلة من عضلة الموت. تعرض رجل في حقل لهجوم من قبل فيل بالغ. على الرغم من أنه حاول الهرب، إلا أنه تعثر أثناء هروبه وتجاوزه الفيل. ويعود الفيل إلى هذا الرجل ويقوم بسحقه من خلال وزنه الكبير. في صباح يوم عادي، كانت الأم والفيل يشربان الماء عندما يهاجم التمساح ويهرب الفيل بسرعة. لكن الفيل الصغير يقاتل بضراوة، ولحسن الحظ هرب الفيل الصغير من فكي التمساح. وهذا الضبع الجريء الذي يقترب من الفيل الصغير بجوار أمي، أتوقع أن يتم تعليمه درسا قاسيا من قبل الفيل الأم. لكن الضبع لم يهرب بعد، وما زال يدور حول الفيل الأم. استمرت الجولة كالمعتاد حتى غضب الفيل فجأة، وأسقط الفيل الرجل على الأرض. ثم استخدم خرطومه للضغط بقوة على الرجل، ولحسن الحظ كان الشخص الآخر قادرا على التحكم فيه. أمل أن تكون قد استمتعتم بحلقة اليوم. من فضلك اضغط على زر الإعجاب واشترك بالقناة،
وبالطبع إذا كان لديك أي معلومات عن الأفيال تريد إضافتها سيسعدني قراءتها. أمل أن أراكم مرة أخرى في مغامرة الغد، وإلى اللقاء.